لأقربائكم ولكل الناس. مساء الخير. اليوم نحن بثالث يوم من أيام العيد الفطر السعيد. يوم الخميس حطينا لكم امبارح مقاطع الله يطول عمرك. الميدان وسكيلاند. هلا نحن بزملكا. نحن هلا بمنطقة زملكا. طمنيني على صحتك. وين صفرتك؟ نطمنكم على أجواء العيد فيها كيف. شوفوا الأجواء طبيعية عادية جدا. افرح لك بالتخرج. ناس بالشوارع. هي الحياة بالاختصاص. الأدب الفرنسي. شقام على الفيسبوك معكم نبراس. بلشتوا هلا يعني تاخذوا مواد اختصاصيه الى علاقه بالادباء وصرتوا هلا تاخذوا مسرحيات وروايات مو هيك ولا لسه؟ هلا الفصل الثاني بلشنا. شو مثلا شو في بالفصل الثاني؟ الفصل الثاني بصير ناخذ مقتطفات. طبعا ما بناخذ مسرحيات كثيره. نعم. بس في مسرحيات كثير لمولير طبعا كثير لكتاب بلشنا ناخذ هاي الروايات كثير مثل لالا مثل الغريب اللي فرونسي. على كل هذا الأدب العالمي فيه كتير من خلينا نقول الغنى اللي ممكن نستفيد منه. أنا بتمنى لك كل التوفيق ليلاس. ليلاس مين ما عايدتي وحبت عايدي يعني حدا كتير قريب لك صديقة فيها ما قدرتي إنك تشوفيها بالعيد بسبب الظروف ربما بدي إياكي تعايديها الآن. لا أنا ما في حدا معين بس أنا برأيي إنه أي حدا من السوريين ما قدر يشوف اللي بيحبه من السوريين فأنا بعايده باسمه. حلو حلو. يعني انت هلا بدك تعايدي كل اللي ما قدر يشوف الاشخاص القريبين. الحمد لله انا قدرت اشوف كل محبيني. الله فضل علي رب العالمين ان شاء الله. في غير كثير عالم مثلا رفقات اللي مثلا عم يدرسوا بغير جامعات ما قدروا يرجعوا لعند اهاليهم. نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله يرجعوا بخير وسلامه. المهم يديروا بالهم على الدراسه واكيد يقدموا مواد كويسه وان شاء الله بيرجعوا بخير وسلامه. مو هيك؟ شو بدك تسمعي يا ليلاس؟ هلا انا بدي اسمع اي غنية لعاصي. اي اغنية لعاصي؟ ومعلقة هدية؟ ايه شو رايك مثلا نقي غنية صوت الحدان ولا هيك كويسة؟ اي غنية على طول. هلا نحن صرنا بعربيين. شكرا شكرا لك تسلمي لي على اعتبار انه الي طبعا الكاميرا راح تقطع على ثلاث دقائق. اخترتي المطرب انا اخترت الاغنية تمام هيك؟ اي حدا مثلك بيسمع موسيقى بيفهم بالموسيقى. الله يسلمك. لا كمان انا بدي انتقل صوركم مقطع ثاني فما في معي وقت كثير بالكاميرا على ذوق لكن انا طالما اخترتي عاصي فانا هيك اذا ما سمعت الاغنيه هلا اكيد بهديك اياها وبهديها لكل الناس اللي عم يسمعونا. ايه ليلاس اهداءاتك لمين قلنا؟ هلا اول شيء بدي اهدي لسوريا وقائدنا الاسد بشار لانه عن جد اسد بحقه حقيقي. وبدي اهدي كل واحد بالجيش لانه عينان لا تمسهما النار. عينان بكت من خشيه الله وعينان بادت تحرس في سبيل الله. فهنن عيونهم طاهرة. بهدي لأهلي بابا وماما وأخواتي أكيد لإلك ولكل واحد يفوز بسبب. شكرا جزيلا ليلاس. أنا بتمنى لك كل التوفيق بمستقبلك وإن شاء الله هيك يا رب تتخرجي وتصيري أم عظيمة. هلا رح نهديك الأغنية ولكن عندنا محطة إعلانية. بتزعلي إذا كان بعد محطة إعلانية؟ أكيد. طيب شكرا يا ليلاس. شكرا ليلاس. شكرا لإلك. كل عام في الخير. اعتبر لي لاس عم تدرس فرنسي فهي اغنية بالفرنسي اعتقد فل ربما ولي التوفيق. انا اتمنى لك كل التوفيق باختصاصك. كل عام وانتم بخير. هذا لا يعني انه ما رح اسمعك اغنيتك اللي انت اخترتها.